البافاريا اليوم وفرص الابتعاد 11 نقطة يعني فوق الملاحق المباشر في صورة الفوز في ملعب فرايبورغ. نبدأ بالترحيب بالكابتن محمد حسن. مساء الخير. مساء الخير. رحب فيك. كذلك كابتن عبد الله حسن. مرحبتين أخوي. أهلين كابتن. أهلين والله. عودة ميمونة. الله يبارك فيك يا أخي. فرايبورغ بايرن ميونخ أو كذلك المباراة الأخرى الواعدة ستقام في الشمال في المدينة الخضراء بريمن عندما يستضيف فيردر باير ليفركوزن الليفر فريق الساعة في الآونة الأخيرة. لكن قبل أن نخصص الجزء الثاني من هذا الأستوديو لمباراة اليوم نبدأ باستعراض العناوين من خلال أهداف الأمس. كيف كانت الدفعة الأولى من المباريات؟ نبدأ بسيجنال إيدونا بارك بروسيا دورتموند فورتونا دوسلدورف. وانتو عالمية بين جروس كروتس وياكوب بلاسكوفسكي والبولندي. البولندي يسجل أولى أهداف بروسيا دورتموند في الدقيقة 43. ثم آخر ربع ساعة يعني كانت كابوس على سيجنال إيدونا. الدقيقة 78 ستيفان ريزينجر ودوش بارد. دوش بارد ينزل على ملعب بروسيا بهدف التعادل. فعلا هو ديربي يعني بوضوح هو ديربي بين فورتونا وبروسيا. كابتن عبد الله حسن نزعة قتالية واضحة يعني شراسة في الدفاع عن الحظوظ مكنت فورتونا من الرجوع في علاقة مع أنه ديربي حوار أجوار في النورد غاين فيستفاليا بين دوسلدورف ودورتموند. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أي نتيجة كانت يعني متوقعة في كرة قدم ومتوقعة حتى في ما يتميز فيه الدور الألماني بس بروسيا دورتموند ما كانت توقعها. لكن أنا أعتقد في وجهة نظري الشخصية أن بروسيا دورتموند سيواجه هذه المشاكل على بالناحية البدنية خصوصا أن كان دورتموند في آخر ربع ساعة بدأ مستوى البدني يعني اللاعبين متأثرين فيه لأن ضغوط المباريات في 10 أيام وما عندك بنش قوي وفي لاعبين مصابين في دورتموند مشكلة يواجهها كلوب. فلذلك انخفاض المستوى البدني في فريق دورتموند أثر كبير عليهم في المحافظة على الفوز والتقدم واستطاع أن دوسلدورف يسجل هدف التعادل وهذا اللي كان هو يبحث عنه دوسلدورف. أعدكم كباتل أننا سنعود إلى موضوع دورتموند وهذه العثرة الأخرى في علاقة مع نتيجة بايرن ميونخ اليوم على الأقل في الجزء الأخير لأستوديو البوندسليغا لايف. سنعود إلى موضوع يعني بايرن من جهة ودورتموند من جهة أخرى. آيم تيك أرينا هامبورغ استضاف شالك وكانت ثالث هزيمة للأزرق الملكي شالك في آخر 5 جولات. ماكسيميليان بيستر وهدف يعني صاروخي في مرمى شالك 1-0 لهامبورغ. ثم ديك ماير والزيادة العددية من اليمين هذه رائعة جدا نجم نورنبرغ السابق ولمسة مثالية لرود نيفز. والهدف الثاني لهامبورغ الذي يتقدم بهدفين نظيفين بعد 65 دقيقة لمس يد وركلة جزاء. ركلة جزاء لشال كلاسيان هونتلار والهدف الدقيقة 81 رغم يعني تصدي حارس هامبورغ. ركلة جزاء أخرى السيد مانويل غراف أسند ركلتي جزاء يوم أمس وحولها الكرواتي ميلان بادلج. هامبورغ 3 شالك هدف. كابتن محمد حسن ثالث هزيمة في آخر 5 جولات لشالك الذي يخسر على الطريق يخسر نقاط يعني سيلدم عليها مؤكد. بالضبط احنا شفنا بأن دلوقتي أكثر من 4 أسابيع أن مستوى شالك نازل ودوت تابع للتكنيك اللي بينزل بيه دايما المدرب. ولكن أنا كان ليا تعليق بسيط جدا على كلاوس هانتيلر ان احنا ما شفناش حاجه منه خالص بقى لنا دوت اكتر من 3 ماتشات بالرغم ان هو كان بادي هجوم من اول 6 أسابيع وكان بينافس على مرتبه الثالث او الرابع في لسته الهدافين. الحاجه الثانيه ان انا شفت برضو ان فارفان ما شفناش منه اي حاجه اطلاقا ما شفناش اي شغل على الجبهات ما شفناش اي انطلاقات وبالتالي كان الهجوم كله في كسل كان في خمول ازيد من اللازم وده اللي شجع طبعا ان هامبورغ تتقدم وتقدم مباراه كويسه جدا جدا. وانا عارف ان ريسلينجر كان واحد من الناس اللي نازل المباراه ديت علشان يسجل هدف
في من كابتن العفو؟ اللاعب الاولاني الاولاني في اي فريق؟ في سوري معذره في هامبورغ في هامبورغ في هامبورغ بايستر بايستر ماكسيميليان بايستر لان كان انت عارف ان هو كان بيلعب قبل كده في شالكا وطبعا في حزازيه في نفسيته في نعم. عاوز يثبت شخصيته يثبت ان هو مازال لاعب ناجح أكيد. واستطاع فعلا ان هو يجيب هدف جميل جدا وعلى اي حال لكي نعطي حق هامبورغ كابتن في ختام هذه القراءه السريعه لمباراه امس لم يعد يعني من الصدفه ليتالق هامبورغ هزم كابتن دورتموند هزم ايضا شالك وبالتالي هو يطيح بالكبار على اي حال الى اين سنذهب جماعه الخير اي دبليو دي ارينا اوكي هانوفر يستضيف غرويتر فورث هانوفر بعد صعوبات الاسابيع الاخيره يرد الفعل وهدف السنغالي مع مضيوف طبعا ابن دياراف دكار السنغالي وخاض تجارب إنجليزية أيضا مام ديوف يعطي إضافة لهانوفر ثم هذه الرأسية الرائعة من متوسط الدفاع ماريو إيجيمان في الدقيقة 69 يؤكد انتصار هانوفر غرويتر فورث بلا فوز منذ أغسطس في الدوري الألماني غرويتر فورث مثلا الكابتن لم ينتصر في الدوري منذ أغسطس يعني فريق مرشح للنزول بوضوح نعم. شأنه في ذلك شأن أوغسبورغ صحيح وهذا اللي احنا يمكن توقعناه من الأسبوع الثالث في قراءتنا للجولات البوندسليغا أن غريثفورد من الفرق اللي مرشحة مش هنا حتى في عند النقاط الألمان أنه هو مرشح أن يكون بمرافقة أوغسبورغ إلى الدرجة الثانية ولكن النتيجة كانت نتيجة منطقية ولكن ما يعكس مستوى لفريق هانوفر لكن نقدر نقول أن بعد سقطة هانوفر أمام فريق بايرن ميونخ النتيجة كانت نتيجة فيها حافز لفريق هانوفر أنه هو يسترد أنفاسه خصوصا أن الدوري في الدور الثاني راح يكون صعب على جميع الفرق أينتراخت فرانكفورت من الفرق المصنفة يعني كأرقام صعبة في هذا الموسم 50 للبوندسليغا من جديد ومثل يعني شالك فرانكفورت يخسر نقاط عديدة في هذه الآونة كومرس بانك أرينا مدينة المال والأعمال أينتراخت استضاف ماينز وحدث بالنسبة لفريق تيوتشل يسمى شون باركر هناك حدث صاحب 19 سنة واللمسة الحاسمة لإيفان شيتس في عملية الهدف الأول منذ الدقيقة 18 ويأتينا شون باركر على صورة وهدف نموذجي هو الثاني لماينز في مرمى فرانكفورت في الدقيقة 42 فعلا 19 سنة مواليد مارس 93 وهو قادم من الفريق الرديف كلام جميل حول شون باركر اكتشاف نادي ماينز 3-0 عبر نوفيتسكي في الدقيقة 52 قبل أن يذل الفرق نادي فرانكفورت عن طريق آدم زلاي خطأ في مرماه هذا هو هدف زلاي خطأ في مرماه بعد توزيعة من إينوي ثلاثة واحد لماينز بالمناسبة ثالث خسارة في آخر 6 جولات لأينتراخت فرانكفورت فعلا ثلاثة هزائم كثيرة على أينتراخت فرانكفورت على الأقل إذا اعتمدنا آخر 6 مباريات فريق كان في المرتبة الثانية الصفحة الأولى من الجدول على الصورة وفرص ذهبية كما أشرنا للبافاري في صورة الفوز اليوم في ملعب فرايبورغ سننظر يعني بانتباه شديد إلى حدث ليفركوزن اليوم في بريمن كابتن عبد الله حسن ليفركوزن قد يصعد إلى النقطة 27 صحيح. هذه نقطة مهمة اليوم صحيح. لو هزم فيردر بريمن بعد صحيح. قليل صحيح هو مثل ما تفضلت أخوي حسني أن ليفركوزن ما فاز يوم بيوصل المركز الثاني وإن فاز بايرن ميونخ راح يكون إعلان مبكر لبطل الشتاء ولكن حسب توقعاتنا ونحن أنا وأخوي محمد كنا نتناقش معاك أنت أن الدور الثاني راح يكون صعب جدا إذا ما فاز دورتموند في الجولة القادمة على بايرن ميونخ والدور الثاني راح يكون دور صعب جدا على بايرن ميونخ خصوصا أن بدأت الإصابات تطلع بشكل واضح في الأسبوع هذا وحتى بدأ تشكيلة اليوم فيها بعض التغييرات نتيجة الإصابات فتوقعاتك صحيحة أخوي حسني أن الفوز اليوم بالنسبة لفريقين سواء إنتراخت بايرن ليفركوزن وفريق بايرن ميونخ راح يكون يعطينا هذا التصور للجدول الترتيب لنهاية الدور الأول.
كابتن محمد حسن، هل فعلا فورث وأوكسبورغ هما الأقرب للنزول إلى زفايت ليغا؟ ولديكم يعني تجارب في الدرجة الثانية الألمانية مع مانهايم وشتوتغارت كيكرز. بالضبط، يعني أنا بس اللي عاوز أقوله إن أنا شايف إن الاثنين ما عندهمش أكتر من 7 أو 8 نقط مقارنة بمنتصف الجدول، بالمنطقة الدافئة في بينهم وبينهم نقط كتيرة جدا جدا. أنا ما أعتقدش إن فرقتين لسه صاعدين وبالإمكانيات الضعيفة ديت وبالخبرة القليلة جدا إن هم يقدروا يعوضوا النقط دي كلها إن هم يوصلوا للمنطقة الدافئة. فعشان كده بقول أنا واثق إن الاثنين دول من مؤشراتهم إن هم مش هيكملوا في البوندسليغا واحد السنة الجاية. كانت هذه عناوين الأمس. اليوم الكرة أكيد ستكون متغيرة.